النهاردة بقى هنعلن لكم على المفاجأة اللي قلنا لكم عليها من زمان. مفاجأتنا مفاجأة مش عادية، ريمانيتي كونوي. خليكم معانا. أخيرا النهاردة هنعلن على المفاجأة اللي قلنا لكم عليها بقالنا فترة. المفاجأة دي أنا سعيدة بها جدا جدا جدا، لأن يعني هو ده اللي أنا كنت بحلم بيه صراحة. يعني ده اللي أنا بحلم بيه طول أول ما فتحت القناة، وأنا كانت فكرتي أو أمنية حياتي إن أنا أنقل الشغل بتاعي وأجيبه وأحطه على القناة، سواء كان كورسات لغة، سواء كان تعامل في المستشفى، انتجراتسيوني، كل الحاجات اللي اتعلمتها، كل الحاجات اللي كنت بشتغل كوسيطة ثقافية فيها، حبيت ان انا اجيبها واحطها في القناة بحيث ان هي تكون ارشيف ليا وتكون مفيدة بالنسبة لكم. لان ناس كتير لحد النهارده عندها مشكله في اللغه، ناس كتير كتير كمان عندها احباط ان هي تكمل وتتعلم، ناس كتير في ناس بتسد نفسها. احنا عاوزين نطلع بقى من الدايره دي وندخل يعني في دايره ايجابيه اكتر. بنحاول ان احنا نجيب الشغل اللي انا عملته كله احطه على القناه، اعيده تاني على القناة معاكو باسلوب سهل مبسط. بختار لكم كل الحاجات المفيدة اللي انا عملتها وحاسة ان كلها مهمة ان انا اعيدها لكم تاني على القناة، لان فعلا حابة ان القناة تكون زي ارشيف ليا واساعدكم بيه، علمي ينتفع به. مش عايزة اقول لكم قد ايه ان المحتوى اللي انا بعمله ده انا كنت نفسي فيه من 2005، من اول لما انا جيت ايطاليا، وانا كان نفسي ان انا الاقي حد ان هو يقول لي بس كلمه بالعربي. فتخيلوا لو احنا عملنا كل الشغل اللي انا عملته مع طاقه ايجابيه وتشجيع. ليه يا جماعه؟ لان ما تنسوش ان الطاقه الايجابيه مهمه جدا. انا قبل ما اكون وسيط ثقافي انا كنت واحده عايشه في ايطاليا، وكان عندي نفس الإحباطات اللي عندكم، وكان عندي مشكلة إن أنا مش عارفة أتكلم، وما كنتش بلاقي حد يديني المعلومة الصح، ومرات كتير كانت ناس كانت بتفتي وهي بتديني معلومة. كل الحاجات دي بحاول يعني حطها في بالي وأنا بعمل محتوى القناة، لأن قبل ما أكون بدرس فيها أنا بتعامل على إني كنت محتاجة كل الحاجات اللي موجودة دي. أنا بالفعل كنت محتاجاها زيكم. خلاص برجع تاني وبفكر، انا ما جيتش بكمل دراستي مثلا وتعليمي وجايه متفرغه، لا انا ست بيت وعندي اولاد وعندي مسؤوليات. ف ما تربتش في ايطاليا، ما اتولدتش في ايطاليا، وده اصعب، ده اصعب، وده يديني طاقه اكتر ان انا اجتهد. وهقول لكم على حاجه، يمكن دي اكتر حاجه بتخليني ان انا فاهماكم وفي تجاوب ما بيني وما بينكم، لان انا عشت التجربه دي قبل كده. محدش هيكون فاهم يعني ايه ان انت تبقى مخنوق انك مش عارف ترد، يعني ايه انك تحس انك اطرش عشان سامع ومش فاهم. حاجات كتير بنتعرض لها كمواقف انا تعرضت لها زيكم. عشان كده لما بعمل محتوى القناة برجع بالزمن تاني لورا وبفكر انا كنت محتاجة ايه، وبرجع زمان وافكر يعني ايه الحاجات اللي انا كنت محتاجاها، ايه الحاجات اللي كانت بتضايقني، ايه الحاجات اللي اقدر افيد فيها. هو ده التعامل، التواصل اللي ما بيني وما بينكم، سهولة الحاجات. انا كنت بشرح لنفس الحاجات زي ما بشرحها لكم، بحاول افهم الحاجات دي يعني لنفسي بنفس الطريقة تقريبا.
خلاص. نقطة تانية عايزة أقولها لكم، الطاقة الإيجابية يا جماعة مهمة جدا. شفنا الفترة اللي فاتت قد إيه في يعني أخوات فاضلات طلعوا على القناة بمنتهى الفخر ويقولوا لنا قد إيه كانت تجربتهم كانت ناجحة، قد ايه القناه فادتهم. الناس دي كانت بتكتب لي رسائل على الخاص تقول لي مدام حسن انا فرحانه، انا النهارده عملت الموقف ده، انا بقيت كويسه، انا جوزي بيقول لي انت اتحسنتي كتير، انت بقيتي تفهمي كل حاجه. لما كانوا بيقولوا لي كده كنت اقول لهم ارجوكوا ارجوكوا ممكن تسجلوا لي الحته دي علشان نحطها على القناه من فضلكوا، علشان انا نفسي الباقي كمان ان هو يتاكد، يعني يعرف ان عن تجربه ان كلام يا جماعه مش مفبرك، مش رساله ومفبركاها واني بقى الفها، لا ناس حقيقيه عاشوا مواقف جم حكوا هلك وهنا وقال لكم قد ايه القناه فادتهم. الطاقه الايجابيه والتشجيع ما يقلش أهمية عن التعليم، لأن أنا عشت في إيطاليا وعارفة العقلية شوية شكلها إيه، وعارفة إن قد إيه الناس بتحبطك طول الوقت، أنت تبقى عايز تطلع كده وتلاقي حد عمال يزقك لتحت. فأنا مستوعبة لأن مريت بكل الظروف دي، حتى يعني في الفترة اللي أنا كنت يعني شوية كنت بنعزل، يعني حد كان مثلا يسألني ملوش يعني كان حد مثلا يحاول يقلل مثلا من همتي في حاجة إن أنا ما يعني طنشي، يحاول يمرر لي كده كلمة إن أنا أطنش، كنت بسمع وبفوت صح صح ماشي ماشي، كنتش بجادل. ليه؟ إنسان اللي عارف هو عاوز إيه بيتنيه مكمل في طريقه وملوش دعوة بأي حد تاني يكلمه، حتى ما يضيعش وقت إن هو يجادل. الناس اللي بتجادل هي ناس فاضية، الناس اللي بتجادل هي مش لاقي حاجة تعملها وعايزة تحبطك وعايزة توقعك، انت خليك في طريقك وكمل. كالعادة الكلام بياخدني وبنسى المفاجأة، لا مش هننسى المفاجأة النهاردة، تعالوا سيبوا اللي في ايديكم وتعالوا نروح نشوف المفاجأة الجامدة دي. Buongiorno a tutti, good morning to everyone, ma soprattutto salam aleiko, salam aleiko, salam aleiko. Io ho provato a parlare in arabo, spero che a breve anche voi riuscirete a parlare in italiano. Mi presento, sono Daniele, il mio cognome è Panza, il mio mestiere, la mia professione è quella di insegnante, di docente, di professore. Quindi sono il professor Panza Daniele. Insegno in una scuola italiana. Insegno inglese ai ragazzini delle scuole medie, ma mi occupo anche di integrazione degli adulti stranieri e mi occupo quindi di tutte quelle persone che vogliono imparare l'italiano nel nostro paese. Lavoro nella zona di Codogno, di Lodi, di Somaglia, di Casalpusterlengo. Vi starete chiedendo come mai questo video. Voglio dirvi che a breve, grazie ad una vostra amica, ma anche una mia grandissima amica, la mediatrice Azza, ci sarà una sorpresa per voi. La nostra finalità è quella di insegnare prima di tutto la lingua italiana, ma di farvi capire quelli che sono gli aspetti culturali, sociali, ma anche lavorativi. Quindi non vogliamo solo che voi dovete imparare l'italiano per conseguire la certificazione di livello A2, B1, A1, B2 e così via, ma vogliamo soprattutto che voi dovete imparare il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere, la nostra cultura, le nostre feste. Dovete imparare termini da utilizzare quando andate al mercato, quando andate in banca, quando parlate con un avvocato, quando parlate con la polizia, quando andate dai carabinieri, quando andate in prefettura, ma anche quando andate a colloquio, soprattutto le mamme, andate al colloquio con i professori, i maestri dei vostri bambini delle scuole medie, delle scuole superiori, delle scuole elementari. Non voglio prolungarmi molto, vi dico che a breve ci sarà questa sorpresa. Voglio ringraziare la mediatrice Azza che ho conosciuto in un corso a Codogno dove io ero docente e lei era una mediatrice. Restiamo a vostra disposizione
qualsiasi chiarimento. Io vi saluto, vi ringrazio, spero di vedervi presto. Alla prossima, un saluto a tutti, ciao! ناس كتير كانت بتسألني أتعلم مع الإيطالي اللي هيشرح لي من الأول للآخر بالإيطالي، ولا أتعلم مع العربي اللي هيشرح لي الإيطالي بلغة بلدي فهفهم، فهيوصل لي المعلومة فهيسرع الدنيا. بالتعاون الجميل ده مع دانيالي هنجمع الطريقتين، وهقول لكم المميزات والعيوب لكل طريقة. لو احنا اتعلمنا فقط مع الايطالي، للأسف مش كل الكلام هيقدر ان هو يوصله لنا بسرعة. حاجة تانية، هو ايطالي اتولد لقى نفسه بيتكلم ايطالي، مش مدرك الجانب التاني بتاع ان الاخر عنده صعوبة في نطق حاجات معينة، في فهم حاجات معينة، لان غصب عننا تلقائيا احنا بنقارن باللغة الام، يعني بنقارن بالعربي، فمخنا راكب بالعربي، فبتحسوا انكم بتتلقوا المعلومة الايطالي، فبتحسوا ان شوية محتاجين حد يوصلها لكم ويقولها لكم بطريقة تدخل الدماغ على طول. وهقول لكم على موقف، يعني انا مثلا، يعني اختي كانت بتقول لي، كانت بتتعلم مثلا ايطالي مع واحدة جارتها، فجارتها مثلا عشان مثلا تقول لها مثلا بنتولا، فتقوم جرجره لها الحلة وجايبها لها بنتولا بنتو، لو طلعت تشاور لها عليها مثلا، ومثلا حاجات تانية تقول وتقعد تطير، وانا مبقاش فاهمة هي عايز تقول ايه. فانك تعتمد فقط على حد ايطالي، لا يعني احنا بنروح المدرسة ليه ما بنكملش في المدرسة؟ لان بنحس ان دماغنا وقف. انا بروح المدرسة برجع زي ما رحت زي ما جيت. ليه يا عم؟ لان قعدت نص الكلام او اكتر من تلات ارباعه انا ما فهمتوش، او في نقطه وقعت بس قفلت معايا، بقيت قاعده طول القعده ايه زي القفه كده، مش عارفه اعمل حاجه. ده اللي بيحصل لنا لما بنروح المدرسه. فهل احنا نتعلم مع ايطالي ولا نتعلم مع حد عربي؟ الاجابه نتعلم مع الاتنين. نتعلم مع الاتنين لسبب، لما كنت في الاول بقول لكم تابعوا دروس القناه، وان انا كنت بدرس الدروس اللي هي يعني بتتشرح في المدرسه الايطالي، كان من باب ان احنا نكون محضرين، وقلنا ان احنا هنروح المدرسه عشان المدرسه هتديني الشهاده وهتديني مجال التعامل والكلام سواء مع الطلبه او المدرسين، وكمان ان احنا هنتابع على القناه علشان ان احنا يكون عندنا خلفيه ومحضرين نفسنا. احلى طريقة اكتشفتها هو الجمع بين الطريقتين، ان انا اخد الشرح بالعربي فاسهل على نفسي المعلومة. الحاجة التانية اني اخد كمان النطق والاسلوب من واحد ايطالي. فاحنا لما نعمل التعاون الحلو ده، احنا مش بس هنتعلم لغة، احنا هنسمع، هنسأل، هيكون عندنا كوريزيتا، فضول ان احنا نعرف انتوا ليه بتعملوا كذا، هنسأل، هنعمل فقرة ونسميها اسأل دانيالي، هنتكلم على الثقافة مع دانيالي. ليه اخترت دانيالي بالذات؟ دانيالي من الناس المحترمين جدا، اللي تحسوا ان هم عشريين. دانيالي نابوليتانو، وانا رحت نابولي وكل اصحابي صراحة من نابولي يعني او معظمهم، وبحس بقرب ما بينهم لان فعلا فيهم التواضع، واحنا حابين الحتة دي. يعني اللي هيجي يشرح وعارف ان هو يشرح لحد عربي لازم يكون ما عندوش عنصرية، لازم ان هو يكون محترم الشخص اللي جاي يشرح له، مش حاسس ان هو اعلى منه. معلش يعني دي حتة نفسية، ولازم ان انا وانا بختار الشخص المدرس اللي هيكون معايا لازم يكون عنده الحتة دي، لازم يكون عنده حس فكاهي، لازم يكون متواضع، لازم ان هو يكون بيحترم الاخر اللي هيقدم له المعلومة. انت مش جاي تتنطط عليا، انت جاي علشان فعلا حابب انك تعلمني وبتحترمني كما انا. خلاص لازم نحط النقطة دي في دماغنا كويس جدا. حابة اقول لكم حاجة حلوة قوي، ان دانيالي مش بس عشان معرفة ولا علشان كمان اسلوبه كويس، دانيالي كان مسؤول عن الكورس بتاع الادوة مع كورسات الاجانب،
كان بيعمل بروجيكت اسمه فيفيري ان ايطاليا، ان هو يعرف الناس معلومات عن ايطاليا، المعلومات المطلوبة. ما كانش بس الامتحان امتحان لغة بس، كمان لازم يكون الشخص فاهم حاجات كتير عن ايطاليا. هنحاول ان احنا نجيب المحتوى ده كله اكسكلوسيف على القناة. دانيالي كان هو كمان اللي بيحط الامتحان بتاع الأدوية، وهو اللي كان بيعمل الشهادات. يعني احنا معانا الناس، كل الناس اللي خايفة من امتحانات الإقامة وامتحانات الإيطالي، احنا معانا مدرس إيطالي فاهم ايه اللي هيجي، ممكن يمرنا على الامتحان، ممكن انه هو يشرح لنا كل الحاجات. يبقى الكورس جالنا لحد عندنا واحنا في بيتنا مربعين ورجلنا تحت اللحاف كمان. يعني عايزة اقول لكم مفيش اجمل من كده. زي ما سهير البابلي كانت بتقول، نسبنا للحكومة وبقينا قرايب. يعني جبنا لكم وعبعال اللي هو دانييلي، علشان هو اللي هيعمل معانا المحتوى والفيديوهات اللي اتمنى انها تكون مفيدة. هنتكلم ونتقص عن حاجات كتير عن الايطاليين. تكتبوا لنا في التعليقات الحاجات اللي عايزين تعرفوها كثقافة. هيحضر لنا كل المادة اللي احنا عاوزينها، كل الحاجات اللي نفسكم فيها قولوها. ودانييلي ان شاء الله متعاون معانا، ودانييلي من الناس اللي بتدعمني. انا بحب ان انا اشكره، لان صراحة اول ما قلت له يلا وشرحت له الفكرة انبسط جدا وقال لي انا معاكي ما تحمليش هم. فياريت يا جماعة يكون في دعم، ياريت في شير للفيديو ده، ياريت شير كتير، لايكات كتير، اتفرجوا على الفيديو من الاول للاخر. اعملوا اللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك، شجعونا ادعمونا، والله ما هيجرى حاجة لو دعمتونا. اخر حاجة طبعا حابة اقول لكم ان هيكون في افكار كتير كتير، وان احنا ممكن ان شاء الله قريب يكون بصدد ان احنا نعمل كورسات تدريب، كورسات برايفت للمحادثة، ممكن نعمل كورسات حاجات كتير. انتوا برضو قولوا لنا ايه رأيكم، هل تحبوا لو فكرنا ان احنا نعمل مع دانييلي مثلا فكرة كورسات برايفت، هل نعمل نعيد الشرح تاني، هل ان احنا نحل اسئلة، هل ان احنا نتك على المحادثة، ولا نعمله كورس محادثة، كورس قواعد. ياريت تقولوا لنا وتبادلونا الرأي. اللي حابب ويعني يشاركنا ياريت يقول لنا ايه الحاجات اللي انتوا حابين ان انتوا تعملوها. انا حابة ان انا اجيب المدرسة الايطالي لحد القناة، واجيب ايطاليا شخصيا لحد القناة، والناس اللي عندها مشكلة في الاندماج فرصة حلوة جدا جدا يا جماعة انكم هتسمعوا. دانييلي هو بيتكلم اكيد بيتكلم بسرعة، عيدوا الفيديو وهنرجع نقف على كلمة كلمة قالها ونفهمها. فرصة حلوة جدا انكم تأخدوا دنكم على الاستماع، فرصة حلوة جدا جدا انكم يعني تندمجوا تفهموا نفهم. يعني اي سؤال عاوزين نسأله هنعمل فقرة ونسميها اسأل دانييلي، وهو هيجاوبنا وانا هترجم لكم بكل امانة وشفافية. شكرا لكم لمتابعتكم، اتمنى ان المفاجأة تكون عجبتكم. ياريت شير كتير كتير بقى، وقولولي رأيكم في التعليقات، هستنى رأيكم في التعليقات. وياريت تقولوا كلمات حلوة بالايطالي، اكتبوا كومنتات لدانييلي عشان يتشجع ويكمل معانا ويبقى مبسوط ان فعلا انتوا فرحانين بمشاركته، وحاسس ان فعلا مشاركته هتكون فعالة. شكرا لكم ولمتابعتكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وايه وتفعيل الجرس. Alla prossima. Ciao ciao.